السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طبق جديد النهاردة من قناة مع قد الإيد مع سمسم. طبعا احنا كلنا عيالنا أجازة واخدين أجازة وقاعدين في البيت وموراهمش غير الشيبسي والحاجات اللي من بره والدونتس بقى والحلويات والحاجات اللي بتكسر السنين دي. فبما اننا بنشتريها من بره وعلى حسب كل منطقة بتختلف من مكان لمكان السعر بتاع الدونتس، فانا حبيت النهارده هنعملها وهنعملها بحاجات بسيطه جدا ومش هتكلفنا. طبعا احنا كلنا عندنا دقيق في البيت وعندنا لبن وعندنا بيض، دي حاجه اساسيه. وممكن على فكره ما نحطش بيض وممكن ما نحطش زبادي. انا عندي علبه زبادي متبقيه صغيره وعندي بضايه تمام، وعندي الكوبايه دي انا كنت مليها لبن، خدت منها نصها تقريبا، خليته دافي شوية عشان كنت مطلعاه من التلاجة. وعندي معلقتين سمنة كبار، اي نوع سمنة انت بتستخدميها. وعندي كوبايتين دقيق ونص، يعني انا هاخد شوية من الكوباية دي تمام كده. ولازم لما تعيري الدقيق او تعيري اي حاجة وانت بتعملي عجينة او بتعملي بيتزا بتعملي اي حاجة لازم المعيار يبقى الكوباية هي نفس الكوباية ونفس المعيار، فمعروف. ومعانا كيس خميرة، معايا كيس خميرة فورية اهو، ومعايا فانيليا عشان الزفارة بتاعت البيض، ومعايا بيكنج باودر. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا الاول وهنحط، انا هكتب لكم المقادير ماشي. انا هفضي الاول الدقيق، هفضي الاول الدقيق كده، وهناخد شويه من دي شويه، دول بقى احنا هنستخدمهم واحنا بنعجن العجينه. وهنحط معايا معلقه، هحتاج ذرة ملح تمام كده، وهحتاج ربع معلقة سكر برضو، يعني ربع معلقة ملح وربع معلقة سكر. ده اي عجينة هتتعجن لازم نحط المكونات دي، وهقلبها كويس تمام. الدونتس ده طبعا احنا بنعمله بحاجات، بنبدأ ان ايه، احنا هنعمل العجينه مع بعض ونخليها تخمر الاول وبعد كده هنشوف الخطوه الجايه. انا دلوقتي حطيت ذره ملح، ربع معلقه ملح وربع معلقه سكر على كوبايتين ونص دقيق ماشي كده. هبدا هنا بقى مع اللبن، الخميره طبعا هتتحط مع اللبن. المعلقة دي هنلاقيها كده مرتين، هي معلقة خميرة كبيرة تمام. وهبدأ اقلبها مع اللبن واسيبها شوية. هسيبها شوية وهجيب بقى هنا العجينة اهي، ثواني هجيب معلقة كبيرة. هعمل بقى ايه، دورية كده، همزج البضاية تمام. هو بصوا انا المفروض كنت عملت
في البداية المفروض كنا حطيناها في طبق وضربناها مع شوية فانيليا عشان الزفورة، بس عادي جدا. انا اصلا ما كنتش بحط فانيليا، هو مش هيعمل زفورة. وهحط بيكنج باودر شوية برضو، يعني معلقة برضو صغيرة، وهبدأ أقلب البضايع حلو كده. وبعدين هنزل الزبادي، نبتة الزبادي أيا كان نوعه بقى اللي عندك استخدميه. هو مستحب طبعا الزبادي البلدي، الزبادي البلدي هيبقى أقيم فايدته وأحلى. هو المهم ان الدوناتس ده كله فوائد يعني. بصوا انا بقلب بالمعلقه دلوقتي، بس شويه هستخدم ايدي، مش هينفع نظام المعلقه ده عشان العجينه تتقلب حلو. انا دلوقتي بحاول على قد ما اقدر اقلبها حلو قوي. تمام، هنزل بمعلقتين السمنه، هبدا برضو اقلب. الدوناتس ليه كذا طريقة بيتعمل بيها، مش طريقة واحدة، هو ليه كذا طريقة وكذا حد بيعمله بكذا طريقة. بس دي اللي انا بعملها، يعني اللي انا اتعلمتها وعملتها وبعمله بقاله كتير وبيطلع تمام وحلو يعني. كده ببدأ ادخل السمنة العجينة كلها. انا مش عايزه اطول عليكم، بس هحط المقادير بتاعتي كلها وبعدين هسيبكم لحد ما عجينها حلو وبعدين ارجع لكم تاني. هاخد بقى الخميره مع اللبن، تمام كده. اللبن قلنا دافي، ماشي. هبدا بقى اقلب بايدي. هتحتاج دقيق، هديها دقيق، مفيش مشكله. بس عايزين نفضل بس شوية نعجن العجينة حلو. وبعدين الطبيعي ان هي هتحتاج دقيق، لان مش كل مرة العجين بالذات ما بنعرفش نظبط. طبعا احنا في الصيف العجينه بتخمر على طول. حاول انضف ايدي، طبعا كلنا بنستخدم ايدينا، يعني احنا بنعمل اكل لعيالنا في البيت بنستخدم ايدينا، وكلنا ايدينا بتبقى نظيفه بتبقى تمام، صح؟ هي لازم تبقى بتلزق شويه، مش هقولك ان انا هعملها تبقى لما نفسها خالص، لا، هي هتبدأ برضو هتفضل تلزق كده، وانا هسيبها بالطريقة دي كده، ماشي. عندك بقى ورق استريتش، عندك مفرش، عندك اي فوطة مطبخ نظيفة هغطيها انا دلوقتي وهشيلها، هغسل ايدي وهغطيها وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. انا دلوقتي غطيت العجينة زي ما انتم شايفين كده، تمام. حطها على البوتاجاز، سيبها كده والجو اصلا حر. انا بقى الدونتس هشكله بايه؟ انا عندي كيس كاكاو، كيس كاكاو عادي، ومعايا نص كوبايه لبن مش مكمله نصها كمان، ومعايا سكر ومعايا زيت. هحضر هعمل كاكاو وهعمله شوكولاته، ومعايا سكر مضروب، سكر بودره هنحطه برده على الدونتس منه. العجينه تخمر وهشكلها معاكم، وهجيب طريقه وهقول لكم هعمل الكاكاو ازاي وهنعمل ايه بعد ما نشكل العجينه ونقطعها مع بعض.
انا ما عنديش قطعه الدونتس، هقطع بكوبايه عادي جدا وهقطعها قدامكم معاكم، هقطع واحده واتنين واعرفكم انا بقطعها ازاي، وبعدين نقليها مع بعض في الزيت. هرجع لكم تاني. هنمشيها حاجة بسيطة كده. كده اهو. وانا اتفقت معاكم ان انا ما عنديش قطاعة للدنس. فهعمل ايه بقى انا؟ ماشي، عندي كوبايه الاطار بتاعها مش واسع قوي ومش صغير قوي، يعني مش هنعمل الدوناتس الكبير قوي ده، مش هنعمله صغير قوي. فانا هبدا اقطع بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو، وغطى ازازة عندي غسلته كويس. ماشي، وايه، واقوم جاية في النص وعاملة كده وشايلة العجينة بالراحة قوي، يعني مع الضغط عليه، واقوم حاطاه رصاه في الطبق كده. احنا بنقول احنا على قد الايد بالراحة عشان الهواء اللي فيها ما يخرجش. العجين ده هبدأ احطه تاني. تمام اهو، وهبدأ اشيلها كده ورصها في الطبق وخلص. احنا كده عرفنا خلاص الطريقة. هعمل لكم واحدة كمان واقطعها كده بغطا الازازة اهو. تمام، اقطع معايا، هقوم شايلاها واقوم حطاها كده. هخلص كله، هخلصه وهخلص العجين هرصها وهرجع لكم تاني هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بصوا انا خلصت اول واحدة انا فردتها. تمام، لميت العجينة كده تاني وهبدأ افردها. انا بس بعرفكم اللي انا عملته عشان لو محدش عارف يعني. فانا كده خلصت اهو، رصيت اول طبق وهرص تاني طبق. هفرد العجينه دي برده كده بالراحه عشان الهواء اللي فيها تفضل كويسه معايا، وبعدين هرجع لكم تاني هقطع برده كده وهرجع لكم تاني. بصوا كده يا حبايبي، انا قطعت اهو. تمام كده، هسيبه بقى يريح. يعني ايه بقى العجينه تريح؟ يعني هنسيبه يخمر تاني بعد ما قطعناه. ماشي، عشان كده انا ما كملتش الساعه للاخر. فالعشر دقايق دول او الربع ساعه اللي انا هحضر فيهم بقى الايه، الشوكولاته بتاعتي. هحضر الشوكولاته بتاعتي وانا معايا اصلا السكر البودر. انا همسح الخامه كده. تمام، وهجيب بقى هحضر الحاجه بتاعت الشوكولاته وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، معايا بقى الحاجة بتاعت الشوكولاتة. احنا معانا كاكاو عادي جدا، معايا كيس كاكاو هفتحه، ومعايا الخلاط كمان، واللبن، بقيت اللبن بتاعي حطيته في الفريزر، بيبقى اللبن متلج. هنحط حاجة برضو بسيطة كده، وهنحط عليه شوية زيت، يعني معلقة ونص زيت كده، وهنشوف لو محتاج هنزوده تاني. ومعايا السكر، هحط معلقتين كبار، دي معلقة صغيرة، يعني هحط منها أربعة. تمام، أو معلقتين ونص هون.
وهبدا اشغل الخلاط بتاعي، هخلص واضربه وهفضيه في طبق وارجع له عشان الصوت بس. انا دلوقتي وانا بضرب الكاكاو هو محتاج مني شويه لبن تاني، هزود له لبن عشان لقيت البودره بتاعتي. بصوا انا رجعت لكم تاني. انا اول مره استخدم، انا كنت بجيب على طول كاكاو عادي، يعني اللي هو كان بيتحط له ربع كوبايه لبن وربع كوبايه زيت، معلقتين ولا معلقتين ونص سكر. بس الكاكاو دريم ده لقيته جميل قوي، هو خام ماشي فتقيل قوي، فاحتجت ان انا احط له سكر تاني ماشي، حطيت له معلقتين ونص سكر تاني وزودته نص كوبايه لبن، وعمل معايا الكميه دي وتقيل وجميل جدا يعني مش خفيف. تمام، فانا بقى دلوقتي هحضر الزيت. احنا سايبين زي ما قلنا الدوناتس بيخمر تاني، قبل ما احضر الزيت والزيت يسخن حلو قوي هرجع لكم. هو ده كده منظره بعد ما سبته ريح شويه او خمر شويه. تمام، ده الزيت اهو بيسخن. بص هو انا مقطعاه صغير ماشي، طبعا في ممكن تقطعيه اكبر من كده، القطعة بتاعته اصلا اكبر من كده، انتوا بتشتروا الواحدة اكبر من كده طبعا، بس انا ما كلفتش نفسي، انا حبيت اعمله ومش اول مرة اعمله بصراحة، ومش متوفرة قدامي القطعة، فانا عملته بايه، عملته زي ما قلتلكوا كده بالكوباية. هبدأ اجرب انزل واحدة في الزيت، استنى شوية هتأكد بس ان الزيت سخن قوي وهرجع لكم تاني. بصوا كده اهو الزيت سخن قوي وبدأ يعمل، هو ما بياخدش وقت، هنشيل بالراحة وهنبدأ ننزل. لازم الزيت في الطاسة يبقى كتير. تمام، انا ساعات انا لو ما عندكيش طاسه غويطه زي دي ممكن تعمليه في حله عندك صغيره مش مشكله، بس حاجه يبقى الطاسات اللي هي الغويطه احسن عشان لازم يتقلب كميه زيت كبيره. تمام، انا حطيت معاك اهو، دي محطوطه بقالها شويه، هبدا اقلبها عشان كله يبقى لون واحد. بصوا هو هيبدا يكبر وهيبدا يكبر معانا، هخلص بقى القلية بتاعته كلها ماشي. هو احنا مش هو ما بياخدش وقت، هو اول ملوى بس او اول مرة بتحطيه هو اللي بياخد وقت، لان الزيت بيبقى لسه مسخنش للدرجة المطلوبة، بعد كده مش بياخد وقت، انت بتحطيه وبتشيليه على طول. هخلص كله وهرصه وهبقى معاكم وانا بحط عليه الشوكولاتة والسكر. بصوا انا متابعة معاكم خطوة بخطوة عشان خاطر نبقى مع بعض، عشان الناس اللي لسه هتتعلموا او بتتعلموا. دي كده اول واحدة هي طلعت. تمام، بصوا منظرها عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا، والعجينة كل ما بتسيبيها تخمر حلو وبتطلع لك الحاجة حلو. الباقي اهو هطلعه كله وبعدين هرجع له. انا بس حبيت اوريكم اول حاجة انا طلعتها، بصوا نفش ازاي وكبر ازاي، بقى جميل جدا وان شاء الله يبقى طعمه احلى. اللون بتاعه جميل ازاي، وحط عليه السكر البودر. وفي طبعا ممكن تحطي الشوكولاته البيضه، ممكن تحطي مربى لو عندك، بيتحط عليه كذا حاجه،
وممكن تاكليه ساده، بيبقى جميل جدا مع شاي بلبن. فكل واحد وذوقه. فهو ده المتوفر عندي. كان عندي علبه الكاكاو وعندي السكر البودره، طبعا بتعمليه في المطحنه وبيبقى سهل جدا. فشويه وهنبدا يخليه بس يهدى من الزيت اللي فيه ويصفيه على الورق، ونبدا ننقله في اطباق تانية. ورجعت لكم. هو خلاص هدي كده ماشي. انا معايا طبقين هعمل معاكم، جزء بالسكر امسكه واعمله كده معايا الطبق اهو. طبعا هو لما بينشف عليه بيدي شكل تاني. كده بصوا اهو، ده باب السكر. الشوكولاته بقى هتبهدلنا، بس هنحاول ان احنا الشوكولاته معانا اهي ماشي. هجرب واحده كده بايدي احطها. تمام اهو، هسيبه ينشف كده المنظر ده. انا لو حطيت الشوكه هيقع من الشوكه ماشي كده. طبعا مفيش حد ما بيحبش الشوكولاته. لو عندنا زي ما قلت فراولة، نقدر نعمل مربى فراولة او عسل ابيض، الاطفال بيحبوه برضو. احنا هنسيبه ينشف هنا كده. بعدين نحطه في طبق بقى ايه حلو. انا بس عايزه اوريكم حاجه. بصوا عامل من جوه ازاي، فاضي من جوه، مش عجينه او اللي هو مكتوم. تمام، طعمه جميل جدا وهاشش وحلو. طب تعالوا احنا كده في الشوكولاته نسيبه ينشف واحده كده. حد بقى عنده شوكولاته بيضه ممكن يحط دي على دي. هخليه يمسك نفسه شويه الشوكولاته ينشف وهرسته في طبق احلى. بصوا بقى الجمال، يعني والله مش عشان انا اللي عاملاه، بس فعلا هو طالع جميل جدا ومظبوط قوي وفاضي من جوه، هيشش وحلو وطعمه تحفه. يا رب تبقى الحاجه الوصفه بسيطه وعجبتكم. كده ظهرت. نهدي الإضاءة شوية عشان خاطر نشوف اللون بتاعه الجميل. يمكن الناس تفهم ان انا مظبطة الإضاءة. انا غمقت الإضاءة اهو عشان تشوفوا طالع عامل ازاي. تحفة تحفة تحفة. ياريت بقى تدعموا القناة، لان انا هكبر وقناتي هتكبر بيكو وبأراءكو. واللي عنده كومنت يكتبه، واللي في حاجة انا عملتها غلط يقولي عليها هستفيد منها. ويا رب يكون اللي انا بعمله على قد الايد فعلا. انا ما كلفتش نفسي الدقيق، كلنا عندنا دقيق في البيت وعندنا بيض ويبقى عندنا زبادي. ما عندناش زبادي هنزود اللبن، ممكن نزود بضايه كمان مفيش مشكله.
السمنة طبعا موجودة، أي نوع سمنة، أنا ما حددتش نوع معين، بقى أقل حاجة. وممكن ما عندناش شوكولاتة خالص، ما نعملش بشوكولاتة أصلا، هنعمل شوية سكر في المطحنة وهيبقى زي الفل. عندنا مربى، نستخدم المربى، أي حاجة عندنا ممكن نزينه بيها. عندنا قطع فراولة ممكن نحطها عليه بالسكر ده. فطبعا كلكم شاطرين وكلكم بتعملوا كل حاجة حلوة، فعايزة بقى دعم منكم، وعايزين لايك واشتراكات في القناة بعد إذنكم. مع السلامة.